السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في قناتي. أنا شاهيناز خان. إذا لسه ما اشتركتوا في قناتي بليز اشتركوا، ولا تنسوا تحطوا لي لايك. طبعا فيديو اليوم راح أصور فيديو في مكة في حي جرول وحي التيسير. طبعا في ناس طلبوا مني أصور حي جرول وفي ناس تانيين طلبوا مني أصور التيسير، فخليتهم فيديو واحد. وفي نفس الفيديو راح أصور لكم في أماكن تاريخية في جرول، في حي جرول، في بين مكانين تاريخية، وفي التيسير في مكان تاريخي واحد. راح لهم الثلاثة وخليهم فيديو واحد فيديو اليوم إن شاء الله. خلوكم معي في الفيديو. طبعا هذا جرول، هذا الطريق على طول يودي على الحرم، وهذا برج الساعة زي ما هو واضح في الصورة. هذه أبراج الكسوة في التيسير. الحين راح نروح نشوفها عن قرب أو نشوف التيسير. هذا جوا في الحارة شفنا بيت أثري، طبعا مبني من الحجارة. هنا مكان أخضر وأشجار وزرع زي كذا، كان الحجاج اللي ساكنين في التيسير كانوا يجوا يرتاحوا ويتمشوا زي كذا. هنا فنادق أبراج الكسوة في التيسير، وهذه التيسير طبعا من هي متفرعة. هذا من شارع واحد، الشارع هذا يوصل على الحرم بشكل مباشر. الحين نشوف هذه فنادق التيسير، هذا فندق الحجيج الذهبي، وهذا طريق التيسير اللي يوصل على الحرم. هذا التيسير وهذا طريق الحرم، ومن هنا هذا الشارع كمان يوصل على التيسير. هذا محل ايس كريم مشقاص، اظن اللي جوا هذه النواحي يعرفوها. قصر عبد الله السليمان طبعا كان وزير المالية تقريبا أيامها، انبنى عام 1347 تقريبا. فعبد الله السليمان كان وزير المالية أيامها، بعد عاش فيه لفترة من الزمن، بعدها أجروا لي الدولة فصار المبنى هذا صار وزارة الداخلية. جلس فترة وزارة الداخلية وبعد كذا صار مكة المكرمة، وبعد ما بعد فترة من الزمن صار المبنى مكتبة الحرم. لكن المبنى هذا اللي مكانه التيسير معروف بمحكمة مكة، خلاص الناس يعرفون انه محكمة مكة القديمة. فطبعا تاركين البناء لانه بناء اثري زي ما انتم شايفين. هي تتميز بانها اول شيء واسعة، تتميز بنوافذها وتتميز بزخارفها وبالأعمدة، طبعا الأعمدة الكثيرة الموجودة فيها، وتتميز بأنها زي ما انتم شايفين واضح انه مبنى أثري. طبعا المبنى أو القصر معروف بممراته الطويلة والواسعة والأعمدة زي ما انتم شايفين الأعمدة الكثيرة. هذا الطريق من التيسير على جرول كذا يوصل على جرول. في جرول راح أصور لكم موقع أثري اللي هو بئر طوى. طبعا البئر موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يفتح مكة جاء عند البئر واغتسل من البئر وتوضأ من البئر وشرب من البئر. البئر مشهور ببئر طوى، موجود في مكة مكان أثري. فهم حول البئر بانين مبنى، المبنى هذا هو تقريبا
هذا الأبيض زي المسجد، فهم طبعا محوطينه، فراح نروح نشوف اللي نقدر نصوره. هنا جرول وهنا الحرم زي ما انتم شايفين. الطريق هذا يوصل على الحرم بشكل مباشر. هذا مسجد جرول او المسجد الموجود في جرول. هنا هذا شارع جرول. طبعا المسجد تبع بئر طوى، هذا هو مش مسجد، هو محول بناء مبني حول البئر. هذا هو طبعا المبنى، هذا محوط بالشبك، هذا طبعا ما نقدر نوصل على جوا. هذا من المواقع او الاماكن التاريخية الموجودة في مكة. طبعا هو قريب من الحرم. الحرم هذا هو هنا زي ما انتم شايفين، المنارة هذه اللي باينة، هذه هي تبع الحرم. اوكي، هنا برج الساعة، ومثل ما حكيتكم الموجود هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فيه واغتسل فيه، كانوا من بعد الصحابة يجوا على نفس البئر ويغتسلوا. فأنا سمعت إنه البئر لساته في له موية، يعني موجود. سمعت والله أعلم ياخذ الموية من البئر هذا. بالنسبة للمسجد، هذا هو المسجد تبع، ياخذوا من موية البئر يستخدموا للمسجد. والبئر مويته مثل ما أنا سمعت مالحة مش حلوة. طبعا هذا من الجهة الأمامية، حاول نكبر الصورة. هذا الباب الموجود فيه شكله مفتوح الباب، هذا هو. زي ما انتم شايفين المكان محوط، صعب الوصول للمكان هذا وللمبنى هذا أو للمسجد هذا. فهذا هو من الأماكن التاريخية في مكة. وهذا شارع جرول. طبعا الشارع اللي كنا فيه من شوي برضو يوصل على جرول، وهذا شارع على يمين كمان على جرول. طورنا اليوم مكانين تاريخيين موجودة في جرول. المكان الثالث الحين راح أروح أصور لكم إياه، هو قصر أثري قديم لها تقريبا حول 70-80 سنة. طيب المكان التاريخي أو الموقع التاريخي أو الأثري الموجود في مكة، خليني أقرب الصورة. هذا هو طبعا، هذا كان زمان قصر، اسم القصر قصر الشيخ ابن سليمان. اللي سمعته انه كان لنائب وزير المالية، قصر نائب وزير المالية، وعاش فيه يعني الفترة. بعدها اجروا صار مدرسة للبنات. وطبعا يعني القصور التاريخية المعروفة اللي زي كده معروفة بأشكالها الهندسية وطبيعة بنائها وتصميمها ونوافذها. طبعا زي ما انتم شايفين النوافذ الكبيرة، التصوير من مسافة بعيدة طبعا لأنه المكان محوط وفي عليه حوله مسوين مشاريع. طبعا المكان هذا حوله كان مليان من المباني ومن الناس اللي ساكنين فيه، هدوا كل شيء حول القصر. القصر لحاله تركوه لأنه قصر أثري. تقريبا الكلام كان قبل 10 سنين. قبل 10 سنين في القصر هذا كمان كان في ناس ساكنين، أظن كانوا ساكنين في الدور اللي تحت أو كانوا في الحوش من يعرف. الحين لا، فاضي تاركينه، منطقة أثرية أو مكان تاريخي. هذا القصر من الجهة الجانبية، من هنا أشوفه أقرب يعني. فخلاص أنا صورت من الجهة الأمامية وهنا من الجانب. طبعا اللي يميز الزاوية هذه مبين القصر، مبين برج الساعة كمان، بين يعني جهة الحرم وين. طيب هذا شارع جرول، نفس الشارع تكملته، هنا راح تجي المحلات. راح أوريكم السوبر ماركت المشهور في جرول.
طبعا هنا أن المكان هذا اللي محوط أيام رمضان وأيام النفق على طول يوصل على الحرم من جهة جرب، تدخل النفق وتوصل على الحرم، الحرم هنا يكون، فالنفق يوصل على طول على الحرم. الحين طبعا مسكر، وهذه قلعة المستهلك، هذا السوبر ماركت مرة مشهور في جرول، اللي سكنوا في جرول راح يعرفوا. بالنسبة للناس اللي طلبوا مني أصور لهم فندق رياض الضيافة، هذا هو الفندق. طبعا زي ما انتم شايفين الفندق مسك، ما في أحد، حتى المحلات اللي جنب الفندق سكر. وهنا طبعا شارع جرول، هنا المحلات كلها كانت شغالة على أساس الحجاج والمعتمرين، كانت شغالة عليهم يعني، فمن يوم كورونا خلاص أغلب المحلات قفلت زي ما أنتم شايفين. هذه جرول، هذا كوبري جرول. طبعا فيديو اليوم صورت لكم منطقة جرول أو حي جرول أو حي يسير في مكة. طبعا الأحياء هذه قريبة من الحرم، الحجاج اللي سكنوا فيها أكيد راح يتذكروها وراح يعرفوها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، أشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.